ثم أيضا لو لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء للزم العبث على الله جل وعلا، وأنه يخلق الخلق للفناء فقط وليس لحياتهم وأعمالهم نتيجة، خلقهم وأوجدهم واعتنى بهم ويعملون منهم من يعمل أعمالا صالحة ويموت ولا ينال من جزائها شيئا، ومنهم من يعمل أعمالا قبيحة ومعاصي وكفر وإلحاد ويموت ولا ينال من جزائه شيء، هل ينتهي عند هذا؟ هذا فيه الطعن في عدل الله جل وعلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله لا يجعل المسلمين كالمجرمين، كلهم يموتون ولا ينالون من جزاء أعمالهم شيئا. ما لكم كيف تحكمون؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني ما فيه بعث جزاء وجزاء للمحسن على إحسانه وعلى للمسيء على إساءته، هذا من باب العبث، أن الله يخلق خلقا ويتركه ولا يصير له نتيجة، ويعملون أعمالا سيئة وصالحة ولا يكون لها ثمرة ولا نتيجة، هذا من باب العبث ومن باب الطعن في عدالة الله جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله عن ذلك، أنه يكون خلق هذا الخلق ويتركهم يموتون ولا يصير لهم نتيجة ولا شيء، ولا يتميز المؤمن من الكافر، بل ربما يكون الكافر منعما في هذه الدنيا وهو على المعاصي والكفر، ويكون المؤمن مضيقا عليه في هذه الدنيا ولا ينال من جزائه شيئا. هذا يلزم فيه الطعن في عدالة الله جل وعلا، ويلزم عليه أنه خلق الخلق عبثا لا نتيجة له، وأن أعمالهم ستذهب ليس لها نتيجة. هذا من الطعن في حكمة الله وفي عدل الله سبحانه. فهذه من أدلة البعث، ذكرها الله في القرآن الكريم في مواضع متعددة. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان الستة، تكرر ذكره في القرآن الكريم.